السلام عليكم. بغيتنا اليوم نهضر على المغربيات اللي في الخارج والعلاقة اللي عندهم مع رجال المغاربة في الخارج، خاصة المغربيات اللي في الإنجليز أمريكان وكندا اللي كابرين في الخارج اليوم، كنديين اللي هما انجالزا اللي هما فرنساويين اسبانيونيين وامريكانيين. انا كندي ساكن في الانجليز. المرأة المغربية اللي كابرة في هذه المدارس الخارجية في الغرب عندهم واحد عقلية في شي شكل تجاه الراجل المغربي وتجاه الزواج مع الراجل المغربي. أغلبية فيهم تفضلوا سبحان الله راجل براني غير مغربي، وإلا مثلا شتي مثلا الباكستانيات بصعوبة تقبلوا مغربي عربي بصعوبة كبيرة. عندهم ديك العقلية يتزوجوا غير باكستاني ولا صومالية في الإنجليزي، لا بغات غير صومالي. ولكن المغربية ديالنا تمشي تتزوج لك الراجل الصومالي الراجل الباكستاني، الإمام تاع الجامع تاعي مزوج مغربية وتيقول لي ما شاء الله على المغربية. واخا ما كاين حتى مشكل، وحنا المغاربة أنا من كندا من غير المغربية. إلى مثلا كانت تتعاشر عائلتك وتتعرفك من كنتي صغير وكابرة معاك وتعرف أمك وباك تجي عندك وتمشي عندها فعند عائلتها، هي هما تيكونوا شوية مفتحين على الزواج مع مغربي، ولد كندا إلى كبرى معاك هي في كندا ولا في أمريكا ولا في إنجلترا. ولكن إلى ما كانش تعرف عائلتك غير تكون مغربي ما تبغيش تعرف عليك على الزواج ولا كل شيء. وهذوك اللي بغاو يتزوجوا مثلا الراجل، احنا تنبغيو امراه تكون عندها مستوى اخلاقية مزيانه وتكون شويه مزيونه مثلا، فهمتي شنو؟ احنا الرجال تنبغيو شي كاليتي بنت مزيانه، ولكن تطلبوا المقابل بزاف. بحال تيقولوا لك شوف سير دير الفلوس شري الدار وعمر فلوس وشري بيهم والبورشات عاد جي عندي شوفني. ولكن كيفاش الحب يطلع مع الراجل في الجواز الا ما بنيتيش حياة مع هذا الراجل؟ مثلا تكبري مع الراجل هو مكان تقرا ولكن خدام خدمة بسيطة، وتكبري معاه هو يقرا ومن بعد يتخرج من بعد عادي يولي يدير الفلوس من بعد الجواز تاعك. علاش بزاف د المغربيات في الخارج تتسناو الراجل تيدير فلوس، بغاو يجي موجود دار تكون كل شيء موجود، غير هي تحطك الوردة تحط في دار جديدة وفي كل شيء جديد كل شيء واجد. هادشي اللي بغاو الشابات تاع بنات الخارج سبحان الله. فرق بين بنات مثلا مع بنات المغربيات اللي كبروا في المجتمع المغربي اللي هما يصبروا مع الراجل في كل شيء سبحان الله، تيبداو معاه من الزيرو. والى الاسف ان شاء الله الله يهدي المغربيه تاع الخارج ويحسنوا عقليتهم يصبروا معانا يكونوا معانا مزيانين.